عاقدين العزم على أنه يصير التغيير ونكون على يعني مستوى أمل أهل الحويجة بينا بقدر ما نستطيع. يعني اللي نشوفه يعني حقيقة يعني تحالف السيادة شاد الهمة وعازم على التغيير بشكل يعني مختلف عن الدورات السابقة. وإحنا بالنسبة لنا تدري يعني الحويجة هي ديرتنا وهنا، ويعني هو أولا الدفاع عن حقوقه، والحويجة عانت ما عانت. إن شاء الله إن شاء الله القادم أفضل. ما أقدر أوعد أحد مثل الآخرين لأن أنا كلامي محسوب. يعني أنا هسه ما أقدر أقول لهذا الجمع راح أعين شبابكم، ولا أقول لهم راح أجيب لكم الدعم اللي أنتوا يعني محتاجيه اليوم 19 سنة. هذا بالنسبة لي ما يجوز، ولكن أنا أجد بما أستطيع أن أحقق لهم اللي أقدر عليه. واللي شفته حقيقة يعني أنه هذه الدورة كأنه تختلف عن الدورات السابقة، وإن شاء الله خير.